مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه اللحظات وانطلاقة هذا الشوط، شوطنا الرابع، ونتابع وإياكم هذا الانطلاق والاندفاع مع هذه الأسماء المنطلقة وشوطنا الرابع، شوط انتاج. ونشاهد هنا في هذه اللحظات سيارة مقدمة نقدية للفائز بالمركز الأول والجوائز النقدية إلى العشر المراكز الأولى. نتابع وإياكم في هذه اللحظات وهذا الانطلاق والمقدمة والصدارة مباشرة مع ساهر لي أيضا مالكه هناك، عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري مع المركز الأول ومع المقدمة. نشاهد ساهر على المركز الأول، المركز الثاني محطم على المركز الثاني مع مالكه حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي على المركز الثاني، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قذا لعبد الهادي بن علي بن عبد الهادي المشروم، هنا قادم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق مع المركز الثاني. في هذه اللحظات هنا نتابع هذا الانطلاق، المركز الرابع، نشوف المركز الرابع في هذه اللحظات ومن يصن على المركز الرابع. نتابع وإياكم في هذه اللحظات القدوم والوصول هنا من كاحل لسالم بن علي بن دخيل المري مع المركز الرابع في هذه اللحظات، ولكن أرى الأسماء المنطلقة ونرى الشعارات اللي بدأت بالوصول والظهور هنا في هذا الشوط الذي يحمل العديد من الأسماء المنطلقة وهذا أيضا الانطلاق. نتابع أول الواصلين، أول الواصلين هناك في هذه الانطلاقة، ونتابع هناك المركز الرابع في هذه اللحظات اللي قادم شديد لفهد بن حصيب بن فهد النعيمي، قادم هنا في هذه اللحظات مع هذا الاندفاع بدأ يغير من مركز إلى مركز بهذه اللحظات، بينما أرى المركز الخامس اللي تدخل على المركز الرابع رشاف هناك في هذه اللحظات أو رشاف لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية بدأ يغير في هذه اللحظات مع المركز الرابع. هذه النتيجة والخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى والعودة مرة أخرى إلى المقدمة وإلى الصدارة هنا في هذه اللحظات، واندفاعت قذا عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي بن عبده المري على المركز الاول وعلى مقدمه هذا الشوط مع هذا الشعار، شعار بن عبده على المقدمه. ساهر من الجانب الايمن، ساهر قادم بكل قوه لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري هنا في هذه اللحظات مع ساهر اللي استعاد حقوقه ايضا هنا في هذه اللحظات، ولكن ارى شعار العطيه قادم رشاف على المركز الثاني منطلقا بهذا الأداء المتميز مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث نشوف اللي على المركز الثالث قذا لعبد الهادي بن علي بن عبده المري. المركز الرابع نشوف اللي واصل شديد فهد بن حصيب بن فهد الرمزاني النعيمي على المركز الرابع. المركز الخامس محطم بن حسين البريدي، يا سلام، مع شعار حمد بن جار الله هنا في هذه اللحظات. والمركز الخامس، هذه النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة، ولكن شوفوا رشاف هنا في هذه اللحظات على المقدمة ينطلق رشاف بشعار محمد بن خالد بن عبد الله العطية هنا في هذه اللحظات مع هذا المركز والمقدمة، ومطمع الجميع هنا هذا المركز اللي هو المركز الأول. نتابع وإياكم هنا المقدمة والصدارة بهذا الأداء المتميز. نشاهد وإياكم في هذه اللحظات لحظات سن الثنايا، هي المسافة 8 كيلومترات، وأول هذه أيضا المسافة الماراثونية هنا في هذه اللحظات. نتابع هنا انطلاق المقدمة والصدارة، ونشاهد في هذه الاندفاع مقدمة الشوط مباشرة هنا، واندفاعة رشاف على المركز الأول محمد بن خالد
بن عبد الله العطية المركز الثاني، نشوف ساهر عبيد بن حمد بن جر الله بن سالمين على المركز الثاني في هذه اللحظات، يقدم لنا ساهر بإنجازاته واندفاعه مع ثاني المراكز هنا بشعار بن سالمين. المركز الثالث شعار بن حصين قادم في هذه اللحظات مع شديد فهد بن حصين بن فهد النعيمي على المركز الثالث منطلقا في هذه اللحظات. المركز الرابع شعار بن عبده مقدما لنا قذا على المركز الرابع عبد الهادي بن علي بن عبده المري. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات اول ندى لمختار لعبد الواحد بالخزع بالعثه العامري قادم في هذه اللحظات مع المركز الخامس ومندفعا في هذه اللحظات، لكن بنعود اللي يعطينا مؤشراته هنا وانطلاقاته في هذه اللحظات مع اقباننا على بوابة العبور الثلاثة كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط، ونشوف رشاف هنا في هذه اللحظات او رشاف على المقدمة. يا سلام يا سلام يا ابو عبد الله، يا سلام هنا في هذه اللحظات يا ابو خالد من يتابع شعار النار على علم بإنجازات متواصلة بهذا الأداء المتميز في مقدمة الشوط، يقدم لنا رشاف اللي على المركز الأول في هذه اللحظات، نتابع اندفاعته في الصدارة منطلقا بهذه الثقة العالية واندفاعه باحثا عن السيارة النقدية المقدمة لهذا الشوط وجائزة ثمينة مقدمة للفائز بالمركز الأول. نتابع هنا رشاف على الصدارة مع أبو خالد. يا سلام هنا في هذه اللحظات رشاف لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني ساهر اللي يشكل خطر، يا سلام واحذر من ساهر في هذه اللحظات يا ابو خالد. هنا ساهر اللي على المركز الثاني يشكل خطر هنا في هذه اللحظات بأدائه واندفاعه، وساهر هنا على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث نشوف المركز الثالث مختار يغير في هذه اللحظات على ثالث المراكز مع شعار عبد الواحد بالخزع العامري قادم مع المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الرابع. أول ندى في هذه اللحظات من كفو لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي هنا في هذه اللحظات، شعار صعب المضمرين على المركز الرابع. المركز الخامس من يصلنا في هذه اللحظات، نتابع هنا كاحل لسالم بن علي بن دخيل المري في هذه اللحظات مع المركز الخامس منطلقا بهذا الأداء المتميز، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى صراع المقدمة ما بين هنا في هذه اللحظات ما بين المنطلق رشاف وما بين ساهر ورشاف على المقدمة هنا في هذه اللحظات بهذا الأداء المتميز وهذه المقدمة القوية. نشاهد وإياكم نستمتع مع هذه الاندفاع والإثارة هنا مع الكيلوين المتبقية من عمر هذا الشوط ومتبقية على الفوز بلقب هذا الشوط ونقطة ثمينة في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. يا سلام في هذه اللحظات اندفاعت هنا رشاف على المقدمة ومع المركز الأول منطلقا مع المقدمة والصدارة. نشوفه في هذه اللحظات رشاف محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب، من يتابعه من يرافقه في هنا في هذه اللحظات ويقدم لنا هذا الأداء المتميز. المركز الثاني ساهر مع عبيد بن حمد بن جر الله بن سالمين. المركز الثالث هنا في هذه اللحظات اللي هو مختار عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري. المركز الرابع هنا شعار بالعفرة قادم في هذه اللحظات مع اندفاعته في هذا الانطلاق فريسان، يبدو لنا فريسان على المركز الرابع هو فريسان لسالم بن علي بن فهيد العفرة المري. المركز الخامس نشوف اللي قادم في هذه اللحظات كفو لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي في هذه اللحظات. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى التحدي والإثارة. يا سلام بدأوا في هذه اللحظات بالانطلاق مع الانعطاف الأخير والحزام
الأخضر قادم لكم يا أيضا هنا في هذه اللحظات يا جماهيرنا ومشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، هنا في المقدمة رشاف والكيلو المتر الأخير يا محمد يا ابو خالد يا العطية. يا سلام يا سلام، هنا ساهر على المركز الثاني، ولكن رشاف بدأ بالإقلاع في هذه اللحظات. المركز الثالث هنا مختار عبد الواحد بالخزع على المركز الثالث. المركز الرابع فريسان لسالم بن علي بفهيد العفرة. المركز الخامس نشوف اللي على المركز الخامس اللي قادم في هذه اللحظات، هناك وافي هادف بن رامس بن عامر العامري. يا سلام، لكن بنعود الى المقدمة 600 متر. رشاف يا سلام يا ابو خالد، هنا مع هذا الاداء المتميز في صدارة هذا الشوط. يا سلام مع المركز الاول، مع المقدمة، مع الصدارة. شوفوا اللي قادم معوض قادم هنا في هذه اللحظات مع هذا الاندفاع في هذه اللحظات. نشوف اللي وصل مياس المبارك بن سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري قادم مع المركز الثاني. رشاف المنصة الرئيسية، قدوم ميمون مع رشاف. سلام والتحية والاحترام لرشاف ولمالك رشاف. تهانينا يا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار مع هذه اللحظات. تهانينا على هذا الفوز واختطافه لسيارة هذا الشوط النقدية. المركز الثاني هنا مياس المبارك بن سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري. المركز الثالث مختار لعبد الواحد بالخزع العامري. المركز الرابع شاهين لمحمد بن علي بن محمد بن راشد النديله. المركز الخامس وافي هادف بن رامس بن عامر بن قانوش العامري. هنا في هذه اللحظات نتابع رشاف من انتزع هذا الشوط وفاز معنا بكل فوز وجدارة. نشاهد في هذه اللحظات والتوقيت مميز، ما شاء الله عليه، ما شاء الله تبارك الله. 12 دقيقة 24 ثانية و87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز تهانينا لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية على هذا الناموس وهنا وهذا الفوز المستحق. توقيته كان مميز ايضا في هذا الشوط. هنا المركز الثاني وصلنا اللي هو مياس مع ايضا توقيته 12 دقيقة 26 ثانية 51 جزء من الثانية. تهانينا لمبارك بن سلطان بن محمد بن مطر هنا في هذه اللحظات. مبارك بن سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري وصل على المركز الثاني. المركز الثالث وصل فيه مختار توقيته 12 دقيقة 29 ثانية 85 جزء من الثانية. تهانينا لمالك عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا الخامس وبصوت الزميل عبد العزيز.